منذ العام 2003 وهذه القطع العسكرية التابعة للجيش العراقي تنتشر في الشوارع والمدن العراقية اليوم، وبعد قرار الحكومة بتسليم الملف إلى وزارة الداخلية سيتم إعادة هذه القطع العسكرية إلى معسكرات الجيش لإعادة تأهيله مرة أخرى. منذ عام 2003 وبعد دخول القوات الأمريكية وحل الجيش سلمت أغلب المعسكرات التابعة لوزارة الدفاع إلى وزارات أخرى، ومع بدء عملية تسليم الملف الأمني للمحافظات إلى وزارة الداخلية. يا حراسة وحماية، وين الحراسة والحماية؟ بدأت الدفاع بأعمال تأهيل وتطوير المعسكرات التابعة لها انطلاقا بعاصمة الجيش معسكر التاجي، من خلال إعادة تأهيله من جديد وإدخال تقنيات عسكرية متطورة وإضافة مرافق عسكرية ومراكز تدريب ومقار لمختلف الصنوف داخل هذه المعسكرات التي كان يضم البعض منها مقارا لقوات التحالف الدولي. قمنا الآن بإعادة تأهيل معسكر التاجي، هذا المعسكر من أكبر الثكنات للجيش العراقي. انجزنا المرحلة الأولى، الآن نحن في متوسط المرحلة الثانية وهناك مرحلة ثالثة لغرض الإنجاز بنسبة 100%، ونفكر الآن بإعادة تأهيل المعسكرات الأخرى مثل معسكر الشعيبة ومعسكر قاعدة القيارة ومعسكر طارق ومعسكر الحبانية. هذه الخطوة ستنهي مسألة تواجد المعدات والنقاط العسكرية للجيش التي انتشرت في شوارع المدن لمحاربة الإرهاب وضبط الأمن. الآن 6 محافظات تم تسليمها، الأشهر القليلة القادمة أيام القليلة سيتم تسليم 3 محافظات أخرى، وسيكون قطاعات المحررة لأغراض التدريب قطاعات كبيرة جدا إن شاء الله. ويركز البرنامج الحكومي على إعادة تأهيل وحدات الجيش العراقي وتعزيز قدراتها وتسليحها بأسلحة حديثة بعد انسحابها من معظم المحافظات لتكون مستعدة لمسك المناطق الصحراوية والحفاظ على سيادة البلاد بعد انسحاب قوات التحالف الدولي. من معسكر التاجي التابع للجيش العراقي شمال العاصمة العراقية بغداد، ماجد حميد، الحدث.